بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو في إطار الاستعداد للامتحان الجهوي لهذه السنة إن شاء الله. الله يوفقكم والله ينجحكم والله ييسر أمركم إن شاء الله. ما تخلعوش ما تخافوش، وما يكون غير الخير إن شاء الله، وغير بذلوا مجهود وما تستسلموا حتى للدقيقة الأخيرة. يعني ماشي تقولوا لا صافي، لا ما بقاش الوقت، لا مازال عندكم الوقت، واخا تبقى قدامكم غير ساعة بإمكانكم تستافدوا فيها. اذا لهذا الله عليك، ما عمركم تقولوا لا ما بقاش الوقت. هذا الاسبوع بامكانكم تشدوا فيه واحد الكم هائل من المعطيات ان شاء الله. يلا نرجعوا دابا للخدمه ديالنا. قلت لكم كنحاول نعطيكم جميع الحالات ديال المتتاليه الحسابيه، لان مجموعه من التلاميذ لازال عندهم مشكل في المتتاليات. يلا دابا هذه الحاله الثالثه ديال المتتاليه الحسابيه. دابا نتوما الا قريتوا المعطيات هتعرفوا واش هاد الحالة خدمت معاكم دابا في هاد الفيديو الأول والثاني اللي درت هاد الأسبوع أو لا. شنو كنلاحظو؟ قراو معايا مزيان. لتكون إذو إن متتالية حسابية، كنسطر على هاد الكلمة ديال الحسابية، هاي أساسها واحد دوها الأول. شنو عطيتكم هنايا؟ ما عطيتكمش جوج الحدود، عطيتكم أساس واحد. الفيديو السابق اللي شفنا قبل هذا عطيتكم جوج الحدود وانتوما لقيتوا الاساس. في هذا الفيديو عطيتكم اساس واحد. اذا دائما ملي كنبغي نعبر عن ايدو ام دلاله ان، نفس طريقه الجواب كنديرها. شنو غنجي نقول؟ لدينا، هذه طريقه الاجابه، لدينا ايدو ان متتاليه حسابيه اساسها. كل شيء عندكم هاي، كنجي كنقول غير هذه كانت لي تكون، نقول نحيدها ونقول لدينا ايدو ان متتاليه حسابيه اساسها ار يساوي 6 وحدها الأول إيدو 0 تساوي 9. يلا نعلم أن، هذه عندكم قاعدة الله يعطيكم، نعلم أن. شنو هي القاعدة تاع الحد العام؟ نقول لكم عبر عن إيدو إم دلالة إن، يعني كيف حالي كيقول لكم أكتب إيدو إم دلالة إن، كيقصدوا بها أنكم تحدوا الحد العام، الحد العام. إذا نعلم أن إيدو إن ماذا تساوي؟ تساوي ايدو بين زائد بين قوسين. شنو كندير هنا؟ كندير ان ناقص بي ضارب ار. هذه القاعدة، استغفر الله. هذه القاعدة كتمكنني من انني نحدد الحد العام، وكتمكنني من انني نلقى الاساس الا كانوا عندي هادو بجوج معروفين، بشرط يكونوا هادو بجوج معروفين كنلقى الاساس، وكتمكنني انني نحسب اي حد بغيت نحسبه بشرط يكون عندي هاد الحد وهاد الاساس معروف. اذا هذه قاعده مهمه جدا. يلا ولكن هذه القاعده فقط انك تكون متتاليه حسابيه هي اللي كنديروا لها هذه القاعده، كذلك المتتاليه الهندسيه كتكون عندها قاعده اخرى. يلا دابا ملي كيقول لك هو عبر عن ايدو ام دلاله ان، يعني ايدو ان مع نقرباتها تبقى كما هي، هاي نحتفظ بها. هاد ايدو بي كيكون هو الحد الاول او لا حد من حدود المتتاليه. اذا في هاد القاعده في المعطيات، في المعطيات شنو عطاونا؟ عطاونا ايدو زيرو. اذا ماشي غنجي نكتب 9، لا، الا كتبت 9 غادي نضوخو، خاصني نكتب ايدو زيرو هي الاولى. المرحله الاولى غنكتب ايدو زيرو زائد شنو كندير بين قوسين. شوفوا مزيان هاد بين قوسين شنو كندير؟ كندير هاد ان ناقص بي، يعني ندير ان ناقص صفر. هادو اللي لتحت هما اللي كنديرهم هنايا ضارب هاد ار هو الاساس. ها شحال الاساس هو 6. يلا يعني ايدو ان تساوي هاد ايدو صفر، كل شيء عندكم هو 9. دابا عاد نعوض، دابا عاد المرحلة الأخيرة كندير التعويض، زائد ان ناقص صفر، ان ناقص صفر هي ان، غتبقى ضارب 6. يلا شوفوا مزيان، ان ضارب 6 راه هي 6 ان. أنا نشرحها لكم، هنا كيكون عندكم جداء تبادلي. دابا إلا سولتكم، يلا قلت لكم 3 في 4، 3 في 4 هي 12، هاهي هي 12. ولا قلت لكم 4 في 3 شحال؟ هي 12، يعني عطاتنا نفس النتيجة. يعني هنا كانت 3 في 4 وخا قلبتهم بقات نفس النتيجة، يعني كفحال ندير ان في 6 كفحال ندير 6 ان. يلا انا كنشرح لكم اي حاجة درتها كنشرحها لكم. وعند هنا زائد 9، يلا هاي 9. اذا هذا هو ايدو ان، هذا هو الحد. وحتى اللي خلاها 9 زائد 6 ان، وحتى اللي خلاها كفحال هكا يعتبر الجواب صحيح، اللي خلاها كفحال هكا يعتبر الجواب صحيح. يلا اذا هذا هو الحد العام ديال المتتاليه الحسابيه.
إذا نعقل عليه هو السائن زائد 9. يلا من بعد شنو قال لكم الأرض عليكم؟ قال لكم تحقق أن، هانتوما تحقق أن إي ديال 22 هي 141. هنجي نقولوا ليه لدينا شحال لقينا إي دو إي؟ لقينا هي السائن زائد 9. إذا مني قال لي كيقول لك تحقق يعني نستعمل هذا السؤال الذي سبق. يلا هنجي نكتب تحتها إي ديال 22 بحال هكذا. شوفوا مزيان باش عوضنا إي، عوضنا 22، إذا حتى هنا إي نعوضها 22 هاي، وهنا غتبقى 6. ولكن شوفوا مزيان ملي كنقول 6 ان راك فحال 6 ضارب ان، هذا هو المعنى ديالها، غير كنحيدوا الضرب. اذا ملي كنقول 6 ان راك فحال بيناتهم الضرب، اذا ماشي غنجي ندير هنا 6 وندير هنا 22، لا كندير بيناتهم الضرب زائد 9. يلا غادي نحسب، هانتوما هانتوما 6 في 2 12، نكتبو نحتفظ بواحد، 6 في 2 12 واحد هي 13، اذا هي 132 زائد 9. يلا الله يرضي عليكم، 132 زائد 9 غتلقاوها هي 141. نتوما استعملوا الاله حاسبه، صافي هادشي اللي غتسالوني انا كنعطيكم القاعده، وانتم استعملوا الاله حاسبه. هنا ديروا 622 زائد 9 كتبوا 141. الا بغيتوا كاع ما ديروا هذه كاع ما ديروا، يعتبر جواب صحيح. يلا اذا نمر الى السؤال الثاني. هنا شنو قال لكم الاربع السؤال الثاني؟ حدد العدد الصحيح الطبيعي ان الذي يحقق إذا الإنك 89. ما معنى؟ واش فهمتوا السؤال؟ إدو إن عطاوها لكم تساوي 89. شنو قالوا لكم؟ حدد يعني تكون هو العدد، تكون هو العدد اللي كندير إي ديالو كتعطينا 89. يعني نحدو هاد إن، واش إي ديال واحد ولا إي ديال جوج ولا إي ديال ثلاثة، المهم إي ديال واحد العدد كتعطينا 89، يعني هذاك العدد هو اللي غادي نحدد. هي هاد، حدد العدد الصحيح الطبيعي إن الذي يحقق إي ديال إن تساوي 89، يعني كفاية نحدو إن. إذا كيفاش غندير نلقى إن؟ عادي كفحال لي هنا، كفحال لي بصيغة أخرى قالوا لكم هالي العدد 89 حدا من الحدود المتتالية. ملي كيقولوا لكم هالي العدد 89 حدا من الحدود المتتالية، شنو كندير؟ نحل المعادلة، كنديرو الحل ديال المعادلة إي دو إن تساوي 89. راها نفس الطريقة، غير طرحنا السؤال بصيغة أخرى، يعني كاع ما يدوخكم هادشي هذا هاو. كفحال نقول لكم شوف نفس طريقة الإجابة، كفحال نقول لكم حدد العدد الصحيح الطبيعي الآن الذي يحقق، وكفحال نقول لكم هل العدد 89 حد من الحدود المتتالية، كنجي كندير إي دو إن تساوي 89. يعني المهمة ديالنا هو أننا نبحثو على هاد إن، إذا كنجي نعوض إي دو إن بالتعبير ديالها. شحال لقينا إي دو إن؟ لقيناها 6 إن زائد 9، هادشي اللي لقينا. عندنا هنا 89، حنا لا يمكن نبحثو على إن، إذا هادي بكحال كتولي عندكم معادلة من الدرجة الأولى. يعني هنا عندي 6 ان تساوي هاد 9، غنحولها للطرف الاخر غتولي ناقص 9، يعني غتولي 89 ناقص 9. اذا تبقى لي هنا 6 ان تساوي 89 ناقص 9 هي 80. على ممكن نبحث انا على ان، اذا نولي نكررها، عندك وديرو ان هي 80 ناقص 6، هذا خطا. ممكن امتى ندير هادي؟ الا كانت هنا الزائد، ولكن ملي كيكون عندكم الضرب يعني هنا نولي نعاود هاي 6 ان تساوي 8. ملي كيكون عندكم الضرب كندير القسمه، الا قسمت هنا على 6 حتى هنا غادي نقسم على 6. العدد اللي مضروب في ان هو اللي كنقسم عليه، كنختازل به باش تبقى ان. 80 الا قسمتها على 6 غتلقاها 15 بحال هكا، عفوا جو بونس ما غتلقاهاش 15. لما ما جوبونس ما غاديش تلقاو 15 هنا، الله يرضي عليكم، اعتذر ثم اعتذر ثم اعتذر. هنا ماشي 89 ولكن 99، شوف هنا 99 درنا واحد صافي، هنا 99 حتى هنا غتكون 99، وهنا كذلك غتكون 99. يعني ملي ندير 89 99 عفوا، هانتوما هنا الله يرضي عليكم ماشي 89 راها 99. إذا من عندي 99 ناقص 9 شنو عطينا؟ 90 بحال هكا. إذا هنا غتبقى لي 90، 90 ناقصها على 6 غتعطينا 15. إذا نتأكدوا منها، إذا هنا غنجي نقول بحال هكا، يعني إن غتلقاوها 15. إذا غنجي نقول العدد، العدد الصحيح الطبيعي الذي يحقق هذه هو 15. صافي هذا هو الجواب ديالنا الصحيح. صافي غتجيو تقولوا العدد الصحيح الطبيعي ان الذي يحقق اذا ان تساوي 99 هو ان يساوي 15، او حتى اللي دار غير بحال هكا وصل ان يساوي 15
يعتبر الجواب صحيح. إذا نمر إلى السؤال الأخير اللي هو السؤال رقم 3. إذا السؤال رقم 3 دائما نعرض عليكم عندكم المجموع. إذا ملي نذكركم القاعدة أو لسه ماشي مشكل. إذا فيما يكون عندكم المجموع قلم لم يعد يكتب ربما أقلام خواب. إذا فيما يكون عندكم واحد المجموع ديال الحدود متتابعة ديال المتتالية حسابية مثل إيدو بي حتى إيدو إن، شنو كندير هنا باش نبغي نحسب المجموع ديالهم؟ كنقسم على جوج، كندير كسر كنقسم على جوج، كندير واحد جوج الأقواس، كندير هاد الحد وهذا وبجوج كنوضعهم هنا هاي. وهنا شنو كندير؟ كندير هاد إن هادي ناقص هاد بي زائد واحد، هادي القاعدة. إذا هي اللي عندي هنا هاي، شنو عندي درتو تساوي هانتو ها هو كسر درتو غنقسم هنا على جوج، هنا عندي جوج الأقواس. ها شنو كندير؟ كندير هاد إيدو زيرو وهاد إيدو 22 بجوج كنكتبهم هنا هاي. وشنو كندير هنا؟ كندير عدد الحدود كي كندير نحصى عليهم، كندير هاد 22 هاهي ناقص هاد صفر هاهي، دائما كنزيد واحد، هادي القاعدة. يلا من بعد كندير فقط التعويض، كندير فقط التعويض. يلا نجي نعوض هنا، 22 ناقص صفر زائد واحد غتجيك 121 ضارب إي ديال صفر، غنعوضها بالقيمة ديالها هي 9، إي ديال 22 هاهي هي 141، هادشي كامل غنقسمو على جوج. يلا غتجينا 121 ضارب 9 زائد 141 غتجيك 150، هادشي كامل غنقسمو على جوج. يلا هنا غنستعمل الآلة الحاسبة لأنها قريبة ليا، شنو غندير؟ 21 كفحال هكا ضارب 150 كفحال هكذا، غندير تساوي هداك الشي اللي خرجلي غنقسمو على جوج كفحال هكا، غتعطيكم 1575، يعني هذا هو المجموع إس كفحال هكا. طيب شوفوا الله يرضى عليكم، هنا غندير لكم واحد الإضافة، راه بعض الأحيان واخا يعطيوكم مثلا الإي زيرو تال إي، إيدو إن هنا إيدو إن، مثلا بحال هكا، هذا سؤال غنضيفو لكم ماشي مشكل. بعض الأحيان مثلا يقدر هذا غير سؤال مثلا بحال اللي هو السؤال الرابع، ممكن يعطيوكم مثلا بحال هكا يقول لكم احسب المجموع إس إن مثلا إي صفر حتى الإيدو إن بحال هكا. شنو غنجي؟ غنطبق القاعدة عادي، إيدو صفر حتى الإيدو إن، غنطبق القاعدة عادي، كنجي كنقسم على جوج كندير كسر بحال هكا، ديما كندير الأول زائد الأخير هاي. وهنا شنو كندير؟ عدد الحدود، كندير عدد الحدود، يعني كندير هاد إن ناقص هاد صفر زائد واحد، هادي هي إس إن بحال هكا، يعني إس إن تساوي هانتوما إن ناقص صفر زائد واحد، إن ناقصنا من صفر غتبقى إن، لازمنا واحد غتبقى إن زائد واحد. ضارب هاد إيديال صفر غنعوضها بالقيمة ديالها هي 9، وهاد إيديال إن راه عندكم إيديال إن اللي هي لقيناها 6 إن زائد 9 بحال هكا، غنقسم على جوج، يعني غنخلي المجموع هكذا. ممكن ندير 9 زائد 9 هانتوما 9 زائد 9 هي 18 بحال هكا هاي. غنخلي دابا المجموع هكذا. من بعد كيجي شنو كيقول لكم؟ كيقول لكم احسب مثلا إس ديال 100 بحال هكا. شنو كنجي عوضت ان هنا ب 100، اذا انت هنا فين ما كان ان هنا غنعوض ان ب 100 وغندير زائد واحد عادي، عامل هنا مثلا 18 زائد حتى هنا غنعوض ان ب 100 لان هنا كانت ان عوضتها ب 100، هنا غنعوض ان ب 100 عندي 6 في 100 وغنقسم على جوج ونستعمل آلة حاسبة. هاد بعض الاسئله كيتحط كيعطيوكم اس ان وكيعطيوكم دلاله ان، يعني اس ام دلاله هنا كتكون ايدو ان عادي، كنطبق القاعدة عادي كنلقى المجموع. من بعد كيجي كيقول لكم احسب اس ديال 100، يعني تعوضوا ان ب 100، حتى هنا تعوضوا ان ب 100. اذا نتمنى تكونوا فهمتوها ونتمنى تكونوا استوعبتوها، ولا تنسوا من صالح الدعاء، ولا تنسوا مشاركة الفيديوهات مع باقي الاصدقاء حتى تعم الفائدة الجميع ان شاء الله. الله يوفقكم والله ينجحكم والله يسر امركم، وموعدنا مع فيديو مقبل ان شاء الله.